للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. برحب بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وكل سنة مشاهدين. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي زي ما احنا أوضحنا سلفا بيشتغل على أكثر من خدمة تنموية من أجل أن يشعر بها المواطن في مختلف المجالات. لو توضح لنا أهم هذه الخدمات اللي بيشتغل عليها التحالف الوطني. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيضم في عضويته 24 جمعية ومؤسسة، بالإضافة للاتحاد العام للجمعيات الأهلية على مستوى 27 محافظة تقريبا. اللي بيميز التحالف الوطني هو تنوع ما بين أعضائه. أعضائه طبعا في حد متخصص في الخدمات الطبية، الخدمات التنموية، الخدمات الاجتماعية، التوعية. التحالف الوطني لما وقعنا ميثاق التحالف الوطني في شهر مارس 22 كان هدفنا هو التشاركية في العمل. بمعنى ايه تشاركيه؟ النهارده لما بننزل مع بعض بنعمل قوافل مجمعه مع بعض، بنقدر نوصل للمستفيدين في جميع محافظات الجمهوريه المستحقين، بالاضافه الى عدم تكرار وازدواجيه الخدمات المقدمه لنفس الاشخاص. التحالف طبعا زي ما قلت لحضرتك في الاول هو الهدف منه التشاركيه في تقديم الخدمات للمواطنين. احنا عندنا مثلا في جمعيه الرمان بنشتغل على كذا ملف، في جمعية أخرى بتشتغل على ملفات أخرى، فبنكمل بعض. دي حاجة. الحاجة التانية من خلال القوافل المجمعة اللي بيعملها التحالف في جميع محافظات الجمهورية نقدر نقدم جميع الخدمات لأشخاص ما فيهاش تكرار في تقديم الخدمة. الأول كان مؤسسة أو جمعية بتشتغل في منطقة، التانية بتشتغل في نفس المنطقة بيقدموا نفس الخدمات. لا، دلوقتي بنقدر نوصل للأشخاص المستفيدين دون ازدواجية في تقديم الخدمات. طيب دي نقطة مهمة جدا يا أستاذ محمود، فكرة إن احنا نقدم خدمات لعدد من المستفيدين مع الحرص إنه ما يكونش في ازدواجية في تقديم الخدمات أو تكرارها لأكثر من حد مستفيد. طب حضراتكم عندكم عدد المستفيدين، عدد الأسر والأفراد المستفيدة من هذه الخدمات المختلفة، في حصر ليهم؟ سؤال جميل جدا جدا. كان الهدف الثاني من انشاء التحالف هو انشاء قاعده بيانات بتشارك ما بين جميع المؤسسات. النهارده كل مؤسسه جابت المستفيدين اللي عندها من خلال الجمعيات القاعديه المنتشره على مستوى الجمهوريه وعملناهم في قاعده واحده، فظهر لينا كل الاسماء المكرره. فخلاص احنا دلوقتي بنعمل بقاعده واحده، كنا بنشتغل على سيستم واحد، فكل المستفيدين على مستوى الجمهوريه موجودين على سيستم واحد. وطبعا قاعه البيانات دي عملناها بتعاون مع هيئه الرقابه الاداريه، كان فيها تدقيق شديد جدا جدا جدا، تعاون برضو مع وزاره التضامن الاجتماعي. فالتحالف من خلال قاعه البيانات ومن خلال التشاركيه في العمل ومن خلال ان احنا بنكمل بعض في كل الشغل بنقدم شغل هايل. الفتره اللي فاتت الحمد لله عملنا قوافل كتير جدا في كذا محافظه، قدمنا دعم اجتماعي ومادي من خلال مساعدات نقديه ل 420 الف اسره، تمكين اقتصادي على مستوى جميع محافظات الجمهوريه حوالي 220 الف مشروع، وبنستهدف الفتره الجايه حوالي 500 الف مشروع. ان شاء الله بنوعدكم خلال 23 نقدم لكم كشف حساب بايه الشغل اللي عمله التحالف. ان شاء الله يبقى شغل هايل جدا 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 بيصب في مصلحه المواطن المصري. التحدي هنا يا استاذ محمود مش في الانجاز، ولكن التحدي هنا في الانجاز في اسرع وقت ممكن. دايما ده بيكون من ضمن الصعوبات اللي حتى بتواجه الدوله لما بتنفذ مشاريعها، انها بتنفذ مشاريع في اوقات قياسيه حتى يشعر بها المواطن المصري. واعتقد ان هو ده النهج اللي حتى يمكن كل المبادرات المختلفه شغالين عليه في كل المناطق وفي كل القرى والمحافظات علشان المواطن يحس ويشعر بيها. ازاي بنقدر ان احنا ننفذ او نقدم هذه الخدمات في اسرع وقت في نفس الوقت نحافظ على الجوده، لان هو ده المعيار. طبعا تقديم الخدمات احنا بالظبط 9 شهور تقريبا التحالف تم انشاؤه. لو حضرتك تبصي على كميه الخدمات المقدمه بالارقام من اعضاء التحالف بسرعه شديده جدا، بحرفيه شديده جدا. ايه اللي بيخلينا نعمل كده؟ بيخلينا نعمل كده ان كل حد بيشتغل في الملف بتاعه كويس قوي. كل حد من المؤسسات ال 24
مؤسسه او جمعيه عنده ملف او خدمات او انشطه معينه بيقدمها، فهو مذاكرها كويس قوي 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 وبيقدر يشتغل فيها بحرفيه شديده جدا جدا، وبالتالي الشغل الجماعي بيظهر اكثر. زي ما الاول كنا كل واحد يشتغل في جزيره منعزله لوحده بيقدم خدمات مكرره لنفس الاشخاص بنفس المناطق، دلوقتي في تنسيق على اعلى مستوى وطبعا تحت رعايه وتوجيهات القياده السياسيه. اجتمع بينا سياده الرئيس مرتين، دعمنا جامد جدا 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 وقال لنا انا معاكم وشدوا حيلكم، واحنا ان شاء الله مكملين في هذا الاتجاه باذن الله. ايه الصعوبات اللي بتواجه التحالف الوطني للعمل الاهلي في تنفيذ مهامه المختلفه وفي تقديم خدماته التعليميه والتوعويه والصحيه وغيرها طبعا من الخدمات التنمويه؟ هو طبعا مش عايز اقول صعوبات، ولكن هو كل الاعمال اللي بتقدم سواء من الجمعيات فراده او من خلال التحالف الوطني بيبقى فيها تحديات لوجستيه بنقدر نتغلب عليها. الحقيقه بنلاقي كل التعاون من الساده المحافظين ووكلاء وزاره الضمان الاجتماعي على مستوى الجمهوريه، بنشتغل بالتوازي مع بعض في جميع الملفات وفي جميع المحافظات تقريبا، مغطيين تقريبا جمهوريه مصر العربيه بالكامل من حلايب وشلاتين لمرسى مطروح لاسوان لشمال سيناء. ده اللي زي ما قلت لحضرتك بيميز التحالف. طبعا في صعوبات على الارض بس الحمد لله بنقدر نتغلب عليها طول ما احنا موجودين وشغالين مع بعض. يمكن احنا كنا يعني مسبقا بنعاني من الجزر المنعزله، ولكن في الوقت الحالي بنشوف هنا مثلث التنميه بيتعاون مع بعضه علشان نقدر ان احنا نقدم افضل خدمات للمواطنين المصريين في مختلف القرى وفي مختلف المحافظات. ده اهميته ايه وازاي المواطن المصري كمان لمس هذا التعاون؟ احنا دايما لما حضرتك الكلمه الجميله اللي قلتيها مثلث التنميه، مثلث التنميه هي الحكومه والقطاع الخاص والمجتمع المدني. هم ثلاث اضلاع للتنميه، ما ينفعش خالص يبقوا ضلعين، ما ينفعش يبقوا ضلع واحد. المجتمع المدني في مصر بخير وبيشتغل مع القطاع الخاص بقوه جدا جدا جدا. الحكومه داعمه جدا جدا للمجتمع المدني، احنا في ازهى عصور المجتمع المدني. ومش عايز انسى طبعا مبادره سياده الرئيس ان هو قال ان عام 22 عام المجتمع المدني. النهارده كنا بنحضر كاعضاء تحالف مع وزاره التضامن الاجتماعي اطلاق المنظومه الالكترونيه لجميع الخدمات المقدمه من خلال الجمعيات والمؤسسات الاهليه. ففي اهتمام من الدوله، في اهتمام من القطاع الخاص اللي هو بيقدم التبرعات، المجتمع المدني بخير وتكاتف ومن خلال التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وشغله مع بعض ومن خلال التشاركيه والانتظام وعمل قواصل منتظمه ومستديمه تقدم دعم مباشر وغير مباشر سواء من خلال القواصل والمساعدات الوقتيه او من خلال التمكين الاقتصادي. فان شاء الله باذن الله بنوعد حضراتكم من خلال التحالف الوطني واعضائه المنتشرين على مستوى الجمهوريه ان احنا مكملين في هذا الاتجاه خلال 23 و24 الى ان شاء الله يقضي له امرا كان مقضيا. طيب التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي زي ما احنا يعني بنقول ان هو بينسق مع الدوله والحكومه علشان خاطر يسهل الكثير من التحديات اللوجستيه وعلشان يقدر ان هو يقوم بمهامه بافضل صوره، ماذا عن المواطن المصري واحتياجاته؟ هل بيكون في حوارات مختلفه علشان نعرف احتياجاته ومتطلباته؟ هل هذا النوع من الحوارات موجوده علشان نقدر ان احنا يكون في تواصل اكثر مع المواطن المصري؟ وطبعا الحوار الوطني احنا من خلال اعضاء تحالف ومن خلال الاتحاد العام للجمعيات الاهليه تقريبا كل اسبوع بيبقى في حوار وطني في محافظه معينه بالتنسيق مع الجمعيات القاعديه. الحوار الوطني المجتمع المدني له دور هام جدا جدا فيه لان هو اكثر منظمات بتبقى قريبه من الناس وعارفه احتياجاتهم وقريبه منهم هي الجمعيات الاهليه والمجتمع المدني. فاحنا ان شاء الله مكملين في هذا الاتجاه ايضا، هو اتجاه ان احنا بنعمل حوار وطني واجتماعات كل اسبوع تقريبا في كل محافظه من خلال الاتحاد العام للجمعيات الاهليه اللي هو منتشر على مستوى تقريبا 27 محافظه بالكامل يعني. صحيح. طيب استاذ محمود، واحنا داخلين كده يعني احنا فصل الشتاء وحضرتك عارف ان هو يعني مع دخول فصل الشتاء بيكون قارص على الكثير من الاسر والاهالي، ايه اللي احنا هنقدمه الفتره الجايه؟ الفترة الجاية إن شاء الله إحنا من خلال قوافل ساتر وعافية بنقدم كل أسبوع قافلة كاملة فيها بطاطين، فيها مواد غذائية، فيها لحوم، فيها كشف طبي، فيها توعية، فيها كل أنواع المساعدات اللي أعضاء التحالف زي ما قلت لحضرتك اللي بيميزهم التشاركية والتنوع
الانشطه، ومستمرين في هذه القوافل ان شاء الله بصفه مستمره خلال فصل الشتاء بالكامل ان شاء الله. الأستاذ محمود فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شكرا لوجود حضرتك معنا.